ومعمول بنفس الدرجه من الجوده ونفس الدرجه اللي موجوده هنا في القاهره. كل ده هيساعد على الاستثمار. انا شايف المؤشرات كلها ايجابيه، المؤشرات الدوليه كمان اللي جايه لنا من بره بتقول انها دوليا احنا في تحسن، الترتيب بتاعنا بيزيد، القوانين اللي طلعت بتساعد، تعديلات في قانون الشركات. حضرتك بقالك 36 سنه ما عدلتيش في قانون الشركات. يعني حاجه مش معقوله، مش معقوله ان انا دلوقتي ما اقدرش اعمل جمعيه عموميه او مجلس اداره واستخدم الفيديو كونفرنس. ما احنا كنا بنقول مش مهم بس قانون الاستثمار، لكن في حزمه من التشريعات والقوانين لازم تكون مصاحبه للتشريع ده، الشركات، الافلاس، كل الكلام. فكل ده، كل الحزمه الاقتصاديه اللي حصلت دي، اعتقد انها ان شاء الله ان شاء الله احنا في طريقنا، يعني نبقى في من الدول الاكثر جاذبيه للاستثمار يا رب باذن الله. شكرا جزيلا سياده النائب عمرو غلاب، رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه في المجلس.